الله الرحمن الرحيم. إذا فالله تبارك وتعالى سيد هذا الكون وهو الملك لهذا الكون، ولن يسمح لأحد أن يملك أو أن يحكم إلا إذا أراد ذلك جل وعلا. ومن هنا نقول لإخواننا، لماذا هذا الضجيج حول من استبعد؟ إن الذي استبعد إنما استبعد بإذن الله تبارك وتعالى ومشيئته وحكمه، ونحن لا نشك لحظة في صدقه، ولا نشك في القضاء الذي حكم بأن أمه لا تحمل جنسية مزدوجة، لا نشك في ذلك ونثق في صدق الرجل. ولكننا نريد أن نوجه له كلمة، الناس جميعا يثقون في صدقه ويستشعرون بأنك ظلمت وأنه حيكت حولك المؤامرات، فاصبر واحتسب واعلم أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يدريك إن صرت رئيسا هل يستحق هؤلاء الناس أن تحكمهم؟ لماذا لا ننظر في أخطائنا؟ لماذا لا ننظر إلى عيوبنا؟ لماذا لا ننظر إلى ذنوبنا وجرأتنا على ربنا؟ ربما نحن لسنا أهلا ليحكمنا الصالحون، لسنا فينا دخن، لازالت قلوبنا لم تصلح لأن يحكمنا الصالحون. ربما فأبعد هذا الرجل أو أبعد غيره من الإسلاميين. فإذا لنبحث في أنفسنا، ربما لم يحن الوقت الذي يستخلف فيه ربنا تبارك وتعالى من يعلي كلمته ومن يعلي شرعه، ربما لم يحن الوقت إلى الآن. وربما يريد الله تبارك وتعالى أن يذيق بعضنا بأس بعض. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض؟ هذا كلام رب العالمين جل وعلا. فهل نحن على الطريقة التي يحبها الله تبارك وتعالى من الطاعة والصلاح لكي يحكمنا صالحون؟ عدوا إلى أنفسكم.